للمزيد من المتابعة عبر الهاتف بينضم إلينا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير. دعني أبدأ معك بأهمية هذا اللقاء بين سامح شكري والمسؤولة الأممية. كيف يعكس هذا اللقاء دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية؟ حضرتك، بموجب قرار مجلس الأمن الذي صدر في ديسمبر الماضي وقاضي بتعيين منسق للأمم المتحدة يختص بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، هذه الجولة الأولى لهذه السيدة المبعوث وهي وزيرة دنماركية سابقة، أول جولة لها في المنطقة بعد أن تم تعيينها في هذا المنصب. ومما لا شك فيه أن هي حضرتك بتقوم بهذه الجولة، بتزور خلالها مصر انطلاقا إلى جانب دول عربية أخرى. ومصر حاليا هي منفذ الوحيد لأهلنا في قطاع غزة على العالم الخارجي على ضوء القرار الإسرائيلي بغلق كافة المعابر الإسرائيلية على القطاع بعد اندلاع العمليات العسكرية في غزة. وبالتالي معبر رفح أصبح اليوم معبر رفح، معبر العوجة، ثم طبعا معبر كرم أبو سالم اللي هو خاضع للسيطرة الإسرائيلية، لكن معبر رفح يظل هو المعبر المنفذ الرئيسي لأهلنا في فلسطين على العالم الخارج. من ناحية أخرى حضرتك، في تطورات على صعيد القضية الفلسطينية. أعلن في إسرائيل أنه الجيش الاحتلالي الإسرائيلي بيقوم بخفض عدد الفرق العسكرية التي تم نشرها وخاضت عمليات عسكرية في قطاع غزة. والكلام هنا حضرتك يعني أو التساؤلات اللي بتصور حوالين مغزى هذا القرار، هل هذا القرار يعني قرب نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع أم هو أنه في قلق متزايد في إسرائيل على احتمالات انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وبالتالي بيتم تحويل بعض التشكيلات العسكرية الإسرائيلية إلى الضفة. في قول آخر، نعم، في قول آخر أن حضرتك ممكن يكون أن دوت حضرتك المقصود به دفع قوات إسرائيلية إضافية على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان استعدادا لأي مواجهة عسكرية شاملة قد تنشب، قد، وأركز على كلمة قد، مع حزب الله. لكن الوضع الإنساني مأساوي في قطاع غزة. نعم. طيب سيادة السفير، لو سمحت لي يعني خليني برضو أعود مع حضرتك مرة أخرى إلى هذا اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية والمسؤولة الأممية. اليوم هي تحدثت وأشادت الحقيقة عن دور مصر في دعم الدولة الفلسطينية، عن إدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. كيف ترى هذه الإشادة، هذا الرأي الأممي، في الوقت ربما الذي إسرائيل كانت تحاول تشويه صورة مصر في محكمة العدل الدولية على جانب بن آخر؟ يعني يا فندم، بعد إذن حضرتك، يعني دور مصر منذ عام 1948 وحتى قبل عام 1948 في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني دور يعني صراحة يعني أنا يمكنني أقول أن التاريخ يسجله بالنور. صحيح. وما تقوم به مصر حاليا ليس استثناء، وإنما هو القاعدة. القاعدة، لأن مصر منذ 48 تدرك أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قوم مصر. فإسرائيل التي أقيمت غصبا على أراضي على فلسطين تحت الانتداب البريطاني في 48 تقع على حدودنا الشرقية. قبل قيام دولة إسرائيل كان في قطار، كان في سكة حديد
بتربط بين مصر وفلسطين والشام. بقيام دولة فلسطين تم قيام جدار عازل، جدار فاصل بين مصر والمشرق العربي. فالدور اللي مصر بتقوم بيه، وأنا أحب بعد إذن حضرتك أوضح هذه النقطة. تفضل. الدور اللي مصر بتقوم بيه يعني بعد 7 أكتوبر 2023 مع الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ده بيأتي في سياق تاريخي وسياق استراتيجي. النقطة الثانية اللي أحب برضو إذا سمحتي لي أركز عليها. تفضل يا فندم. يعني القضية طبعا المساعدات الإنسانية ده مطلوب إدخالها بسرعة، وده قرار مجلس الأمن اللي بموجبه تم تعيين منسق خاص للأمم المتحدة يختص بالمساعدات الإنسانية وإعادة التعبير. حضرتك ذكر ونص على أهمية إدخال المساعدات بالكميات التي تفي باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني، وأن هذه المساعدات تصل إلى المناطق، كافة مناطق قطاع غزة، أي المنطقة الشمالية ومنطقة الوسط ومنطقة الجنوب. فطبعا المساعدات الإنسانية في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لكن لا ينبغي علينا أن نختزل ما يدور في فلسطين في المساعدات الإنسانية. طبعا الموضوع أكبر من كده بكثير. الموضوع حضرتك، والموضوع لا يتعلق بالرد على هجمات 7 أكتوبر. الموضوع أعمق وأخطر من ذلك بكثير، ويعني هو بينم أو بيعكس المطامع الإسرائيلية لإعادة تشكيل المستقبل وعلى العلاقات. نعم بالتأكيد. تمام. يعني سيادة السفير، هو طبعا الموضوع ليس فقط 7 من أكتوبر، ولكن هو متعلق بالقضية الفلسطينية برمتها. وخليني أسأل حضرتك على قرار مجلس الأمن، أليس هذا القرار ملزم؟ يعني هذا التعنت الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي، التعنت والتعسف في الإجراءات حتى التي يتخذها في عملية التفتيش وما شابه، وأتحدث هنا مرة أخرى عن المساعدات، من الذي يحاسب إسرائيل إذن؟ يعني إن كان قرار مجلس الأمن ملزم سيادة السفير، حضرتك قرارات مجلس الأمن تبقى ملزمة إذا تم اتخاذها في إطار الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا القرار وكافة القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، وهي مش كتيرة يعني هم 2 حضرتك حتى الآن، القرار اللي احنا بنتكلم حوله والقرار الأخير حضرتك، يعني ده برضو مرتبط بطريقة غير مباشرة بالعدوان الإسرائيلي لغزة، وكان متعلق أساساً قرار لمجلس الأمن صدر في 10 يناير الجاري حوالين هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر. لكن هذه القرارات لم تتخذ في إطار الفصل 7 لميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي هذه القرارات غير ملزمة. يعني هي أقرب ما تكون إلى توصيات سيادة السفير؟ لا، هي قرارات بتعكس طبعا. أحب أقول هنا برضو، ما احنا الولايات المتحدة الأمريكية، هذا القرار مر في مجلس الأمن لأن الولايات المتحدة قررت أنه لمصلحتها عدم استخدام الفيتو على القرار، فامتنعت عن التصويت فمر القرار. بينما وهذا القرار لم ينص على وقف إطلاق نار، ولهذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. لكن كان في مشروع قرار عرض على مجلس الأمن يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر الماضي، وورد فيه لفظ وقف إطلاق نار إنساني. الدولة الوحيدة حضرتك اللي نقضت هذا المشروع كان الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا امتنعت عن التصويت فلم يمر القرار. فحضرتك احنا النهاردة يعني الوقت حضرتك الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تستخدم ولم تتحدث عن وقف إطلاق نار. وبالعكس، أما كان أنتوني بلينكن في المنطقة في جولته الرابعة منذ 7 أكتوبر
جاء إلى المنطقة في الفترة من 4 ل 11 يناير، زار خلالها يعني لا يقل عن 6 دول. صحيح. في كل هذه الجولة ما قالوا، قال إن هنا ينبغي هذا العدوان أو هذه الحرب حسب ما هو وصفها هتستمر حتى نطمئن، أو حتى إسرائيل تطمئن إن هجمات 7 أكتوبر لن تتكرر مرة أخرى. نعم. ودوت حضرتك بيطرح سؤال على الإدارة الأمريكية، طب متى ستتمكن إسرائيل من التأكد إنها لن تتعرض مرة أخرى لهجمات؟ صحيح. مثل هجمات 7 أكتوبر. فنعم، مجمل القول، مجمل القول إن هناك السؤال اللي حضرتك سألتيه بالنسبة لمدى إلزامية قرارات مجلس الأمن، ده مرتبط حضرتك للأسف الشديد بالإرادة الأمريكية. وأنا أقول هنا للأسف الشديد. طيب أنا طبعا يعني سأكتفي بهذا القدر، وطبعا بشكر حضرتك على كل التفاصيل والمتابعة اللي حضرتك تفضلت بها الحقيقة سيادة السفير. بشكرك مرة أخرى سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.